آخر محطة من محطات السباق الصحراوية تحدي ركوب قوارب الكانوي وقطع مسافة 3.5 كيلومترات وصولا إلى جزيرة التنين، وهنا تبدأ عملية البحث عن بعض الرموز فوق تلال هذه الجزيرة. تنقلبوا على واحد لاباليز اللي كاينة هنا تتبان ليا pour la poissonner, après on va partir chercher une autre, la dernière. ومن بعد 2 كيلومتر ديال الكاياك، ومن بعد عندنا كيلومتر ديال الجرا، ومن بعد ان شاء الله نساليو ب 17 كيلومتر ديال الفي تي تي ان شاء الله الى سالينا. كنقلب على لاباليز الثانيه فين غدا ما عرفتش، باسكو سانسيرمون هاد النهار وحنا في الماء بدوك لي كاياك سي با نوتر بوين فور، لا انا ولا صاحبتي. بمجرد إيجاد رمز يحيلك على آخر، وعند فك الرموز على الفريق ركوب القارب ثانية والاتجاه نحو نقطة أخرى من الدراجة الهوائية، والوجهة نقطة الوصول، وهذه المرة هي الأخيرة. احنا فرحانين بزاف، عينا وانا عندي بليسور في لاكويس في الرجل ديالي، ولكن الحمد لله اللي قدينا نساليو وحنا فرحانين، ولا كانت نقدروا نعاودوا بحال هذا السباق ديال الصحراويه نعاودوه. جربنا راسنا شحال نقدروا نسورباسي لي كومبيتونس ديالنا فيزيك، شحال نقدروا نصبروا، سيتي مانيفيك الحمد لله. انا بعدا عجبني انني شاركت و سي سيتي اوفير مرحبا. حتى حاجه ما صعيبه، سي فري كو سي اون كومبيتيسيون، واحد المنافسه قويه جدا ولكن حلوه بزاف، خصوصا مما كيكونش موراها زعما ما كايناش الفائده، كاينه كتجري راسك كتحاول تحدى نفسك جسمك، الاعاقات اللي فيك كامله تقدر تحداها. دموع وعياء وفرحة كلها اختلطت في آخر محطات السباق الصحراوية، ليبقى التتويج هو أمل كل المشاركات دعما للجمعيات اللواتي يمثلنها.